بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على مولانا رسول الله الاسم محمد العمراني الاسم محمد العمراني كيبلغ الرسالة لسيدنا على هذه المفاجأة اللي تفاجأنا لها بأن المبادرة التنمية البشرية باش نستافدوا إن شاء الله ونطلبوا من السيد العمدة باش يترشح باش يقوم بهذا الواجب ديالو باش يتحايل على المكان ويلاحظ هاد المشكل اللي وقع الفراشة تهزم الأماكن ديالهم. ولهذا كنطلبوا من السيد العمدة كنأكدوا على السيد العمدة والناس ديال البرلمان اللي كيناقشوا البرلمان في القاعة ديال الرباط يدرسوا هاد المواضيع والحالة ديال الفراشة، لأن الفراش راه عنده مسؤولية، الفراش عنده مو عنده با عنده خوتو عنده وليداتو كيخدم عليهم. من هاد الفراشة كياكل الصبي وكتاكل العجوز والعجوزة. ولكن هاد المسألة هادي ما عرفناش تتفاجأنا بهذا الموضوع هذا، ما عرفنا شنو هو الحل. تنطلبوا من المسؤولين جميعا المسؤولين كان حاضر ولا غايب يدير الامر ديالو باش يرشح لنا الاماكن ديالنا ويعيننا في البلاصه اللي غادي نصوروا بها قوت اليوم. وكنطرح سؤال وكنوجه رساله للناس ديال هذا البرلمان اللي كيدقوا علينا في البيبان، اللي كيدقوا في البيبان ونخرجوا لعندهم ونستجبوهم بالجواب صحيح ان نعم ماشي لا. وكذلك كنطرحوا عليهم سؤال اليوم يخرجوا لعنا بنعم ماشي بلا، ويواجهونا وكاينين المقرات وكاينين الجهات اللي يديروا معنا حوار، ياخذوا اربعه الاشخاص ولا خمسه الاشخاص يتحاوروا معنا باش ما كان، إذا كانت المهله العام الجاي غادي نعرفوا راسنا العام الجاي 2020، إذا كان 2021 نعرفوا راسنا 2021. دابا حنا تنطلبوا غير بليصه فين ناكلوا الخبز، هذه بلاصه العلم، ما خصناش حنا المشاكل ولا شي حاجه. ولكن هذه شي 4 سنين ما ديناش فينا، كيبقاو يقولوا لنا قيدوا جيبوا لا كارطة جيبوا الوراق جيبوا، كنجيبوا لهم ديك الشيء. حنا ما قلنا لهم الصحه نجلسوا في الشارع ولا شي حاجه، الله يعاونهم بغاو يصلحوا فاس حتى حنا مزيان نشوفوا فاس مصلوح ونتساراو فيه ونعجبنا الحال، ولكن ما يخليوناش حنا محبوسين بلا خدمه لا ردمه. يعطيونا بليصه ديالنا فين ناكلوا حتى حنا خبيز وناكلوا وليداتنا. اللي عندي ولدي عنده تبارك الله 4 الاولاد، واحد عنده 3، نسيبي عنده 7 وليدات. دابا هاد الناس كلهم انا هزه لهم الدبيره، ما تنعس ما تنشوفو، تنقول في الصباح فين غادي نمشي ناكل الخبز، ما عارفاش فين نمشي. انا 5 سنين وانا في الشارع، ولادي جوجتهم هنا ولدو هنا كلشي هنا. دابا انا كنقول من الناحيه ديالي هاد الشباب ما يمكن لهمش يديروا لهم غير سيرو، انا ولدي ما بغاش دابا يتعلم شي حاجه خايبه. كمال الكنيه ديالي ظريف، هادي جوج وقفات باش وقفنا هذه المره الثانيه، وتنطلبوا هاد السلطات المعنيه السيد الوالي ولا السيد العمده ولا السيد الباشا ولا السيد القائد، كنطلبوهم باش يوقفوا معنا ويعاونونا باش يتفعل المشروع ديالنا ان شاء الله بحول الله، المشروع ديال المبادره الوطنيه اللي اطلق جلاله الملك نصره الله. حنا ما تنطلبوهم بشي حاجه كبيره، تنطلبوهم بحال ايتها الناس اللي عطاوهم وعاونوهم، حتى حنا ملينا من هاد الشارع وملينا باننا نكونوا في الارض، بغينا حتى حنا باش نوكلوا وليداتنا ونعيشوا عيش مزيان. راه كل واحد هنايا كاين اللي عنده جوج الاولاد، كاين اللي عنده 3، كاين اللي عنده 4، وناس طيبين، ماشي شي وحدين اللي باغيين شي صداع ولا شي ضوضاء ولا يعني باغيين يديروا شي حاجه من ديتهم من راسهم، كيطالبوا غير بالمشروع اللي قال لهم سيدنا عليه. وتنطلبوا من هاد السلطات المعنيه باش يفعلوا لنا المشروع، وحتى حنا يعطيونا بحال باب مفتوح وبحال مفروري والأدارسة والإمام علي. أنا مدة 20 سنة وأنا هنايا في هذا الشارع هذا، وخذوا من عندنا لاكارت البداية الأولى، وما عطاونا حتى شي ما عطاونا حتى شي أمان باش نتوضحوا حتى حنا، وما نبقاوش مشردين باش ما نبقاوش مشردين هكا في الشارع. كل واحد دابا هنا كل واحد عنده ولادو، عنده أنا عندي ثلاثة الأولاد 15 عام وانا هنا في الشارع، يعني ما يمكنش ليا غادي يجي ويغيرموني هكاك. فين هما الحقوق ديالي؟ فين هما الحقوق ديال هذا الانسان هذا؟
هاد الامه كلها شوف هاد الشباب كلهم عندهم وليداتهم شنو يديروا اليوم؟ شنو يديروا اليوم؟ يرميوهم صافي غير خذوا لاكارت المره الاولى والمبادره الثانيه واللي جات كيعطيوها لوحدين اخرين وحنايا شنو كيضيعونا حيت حنا ما زيدينش واقيلا في هاد الامه هادي غير زايدين على هاد الشعب على هاد الحكومه هادي انا باش تضيع الشعب ديالها في الحقوق ديالها عيب وعار عليهم انه يخرج خرجت المبادره تخرج للجميع خذوا لاكارت ديالهم يجمعوهم كلهم ماشي شي يعطيو شي لوحو للزنقه في الاخر يجيو يقولوا لي جمع انت ما كاينكش في هذا العالم هنايا ولا يديو لي السلعه ديالو يضيعوا في ولادو ويضيعوا فيه حيت راه ما جابدها حتى جابدها من عرق ديالك شافوا هذيك السلعه اللي غيجي يديها ليه يرمي يضيعوا فيها.